fadlan daawade saar subscribe kanaalkanagan town media kambalalkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya. مشروع من الدين يعني الوجه دي دين الإسلام كدخله إله وحوليه سبحانه جل وعلا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة تلك وحاكم ذا قيب دهيا إله يعني ونوكن ونصيف الدنيا ذا وناك ذا الدنيا ذا وناك ذا مركي إله ويدستان ويكجع بسنة يعني ويحي صاح عليه وحكى لمو يدينا يعني إله يقول له وما له في الآخرة من خلاق خليها عيجا أهم جوده كجع من يهاي الدنيا ذا إن آخره وحبا إله ويدستان إن آخره ونصيبكم الله ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وحاكم إذا ذلك طيب ده يا إلهي يوم نسي الدنيا ذا وناجي ذا يوم آخرة وناجي ذا وحان النجا إلى لسان نار تعذاب كذا إلهي وحليه أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب كوا يلا وحي كسبدين اي نصيب له او ويهليا رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوع عن كثير نحويان الهمه عاليه اذا سالتم الله تعالى فاسالوه الفردوس الاعلى قد يا الهي وحو يديسنسان وحاد ويديستان الفردوس الاعلى يعني فردوس السرع ويديست هذا إله يتشنّوا يديسنا يسوع، هكوب جابسنا إله يتشنّا يسي بس، وحتى هذا إله يتشنّا يسي، جنات الفردوس نيسي، يعني هم السارين على هذا هاي، هو المرا هو سه، هذا هكوب جابسنا، أي رسول كده يا سلامات ربي وسلامه عليه، رسول يقول يا سلامات ربي وسلامه عليه، إن الله يحب معاني الأمور ويكره سفاسفها، إله يحج عليه هاي. أرنا أقوى الله سرعة أقوى الله سرعة أقوى أن هم يسرون مال سرعة هاي أيها الهي تغليه وحاول نعبي هاي ويكره السفاسفة مالها هو صوصة وحن معنا هنا تكون فكرة سماتة دم سيدة أنو تقدونا هو اللي ويديه وحيدون كووتي غليهين ويشاقن دونا إن المال هو صوصة سكرة هذا شاقته أيها رسول كده يا صلوات ربي وسلامه عليه حديثك يا إمام مطوراني أيها ورنيا في معجبه بكورنا يا وحسنه وعانى التحسين يا نور الهي يعني نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد والمذو خير هذين ما نجح من نجح الا بتحقيق هذا الموضوع وما سقط عن الحياه من سقط الا بدنو الهمه او بضعف الهمه ما نجح من نجح قف ليباني من ليباني قف دارت الدنيا دهر سرق علي هذا أردتو آخرها رسلك قارئ عباده يكون مشغول صن ما أنقول ليسن إلا أن أقول ليسون بالتحقيق هذا الموضوع موضوع عن همة عالية أيك الرشاد قام هو قارئ أو همة سر قام هو قارئ في أيضا هنا وكر الرشاد وما سقط عن الحياة من سقط نورش كمد عن طفك دعي إلا بدنو الهمة أو بضعف الهمة همة دي سألوها صيصة هما دي ساليدته صادت المكان ماشي ونيد ساري او هاي النيران اسكي هوسي انو قشن كبرا في ايضا هاي المباكات في قشن كبونا ارورنا يا مركا ابن جوزي وحوليها رحمة الله تعالى عليه هما اللي يرهد هما عالية وميزان العقل الانسان وسلامة قلبه وطبيعته هما عالية وقفك ميزانك عقلي يصلو قرنيوي ميزانك إنه قفك إن عقل لهين يوم إنه عقل ليه هاي وحلوك على قرنيا شغله هو هيو يهمل يسميش أي توكتو وهكذا هو ليه هاي ابن جوزي من علامات كمال العقل علو الهمة
لما يصير كعقلي على مدها لو قرني يا وحا كم ذا هم ذن يسرعيسو أقفك هم صرع أولي هاي هم عالية سيبو معالي لذا هم عالية حسين تعريف يرلا قبحيو هم عالية وحالي لذا استسقار ما دون النهاية من معاني الأمور وإن لا يصو أو لا يريو وحا كسوك يا أهلها واوين قال مرة ياي يعني ما الموضوع ما بقصتين أتجاهله هركس هركي أنت هذا ورجع إن عقب ضاق يعطل كل ما يساه وحلاه بدل ما كاهو رمانية وحلاه بدل ما كاهو رمانية وإن أنا حق والله في النبأ صدرت هذا كلية واحد كل اللي كرتاه موضوع أت يعني كل تام يسين أتجاهله هذي لكن مركو واحد يركبوا دعوة أسكفرت لا علوا إليهن قفهم ماذا جابن وأن كيسورة رفع أو مانية هل روح مركز وكل هاي ورني أول الناس المجاري تيده هذا اللي جوجو مثل الجنة سكفرسه مركز فرسانة يا وحولي هاي قامة الدنيا ولا يقودها الدنيا دي طبعا استفتوا جمال فرسانة سوا ده كلا يوقع ده عن دابة ليه ولا يوقع هذي اللي يوقع الله روحين والله هذا الله يا با مركز وإن وحلا يرى الكامرك لا يسوع وحولي هاي نجوزي رحمة الله تعالى عليه لو قلت أني طالعت 20,000 مجلد ما كان كثيرا في أيام طلب للعلم وأنا علمي يبرني حتى أنا ذهبوا إلى وحان طالع علي 20,000 مجلد لبعثن كم أو مجلد لا تقولوا حاشا الله يا لبعثن كم أو مجلد يان طالع علي حتى أنا ذهب حساسي برضنا ولي ما كان كثير ما بضه هو حتى على كثير بنا والله بعثن كم أو مجلد هذا أنا رحلة بتكون مجلد بان طالع عليه ما فر بندو كله بان هذا هو هذا هو كار الله يا في أيام طلب العلم وهو علم يكون السوقية الضباع عنده من الله كمان الله واجي علم وبرنا يا هذا وتاينا أيك الله يا شيخ رحمة الله تعالى عليه ليش شاعرة أو عربي أو قبي أي قبي يسوع حكم لها إذا ما كنت في أمر مروم فلا تقنع بما دون النجوم إذا ما كنت هذي على هاتو في أمر أرن مروم مثل رأيينا يا أقوان كذا قال ياي فلا تقنع حكبر على النغن بما دون النجوم حديها وحكي هدارت إنه أقوان قاله إنه ميل قاله مستقبل في الدنيا والآخرة حكبر على النغن حديها وحكي يعني هم مستري يا له وإن هذا الميلها نسوك هذا الكود عنده حيث أن علمه المرء حيث يضع نفسه شخص وماشي النفط يستطيع أمبولية ما قال ماشي النفط على نكتب هل كايضا بيتعليس هذا ما قال فرق نكتنا ماشي بي أمبادا ومتقي هذا ما قال فرق نكتنا هل كايضا بيتعليس قشن كومبا الوض المريا مركا وحاد دلنا نوفلا هذا القرآن كو حكسو قادنا صحابة الرسول كانوا حكسو قادنا النبي قال له هذا النبي الله سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام وحليها إلهي وبري إلهي وحوي ديسي حوري رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب ربي يو دمي يا الله كو وحادي سيسا هانتي الدنيا أو آلان سينين قف أني جاي دمي تد كيمان دونو دن كون الورك البداي تد كيمان دونو دن هانتي ذا أني جاي سيسي يعني واحد من العسين معي أنا واحد السبع أدوك تبع من هالنقط بالهمة السفير وحولها كره جينا يا أدوك منك أبوه هنتظر بضني من هالنقط ده تيجي لنا أبوه هلا لما دين سليمان سألوا فكرة سامية وعرت لما دينه وحولها والسبع لسيو فسخرنا له الريحة يعني الضبيني بالسيو صي أمريكي سخو القول يا حتى قرن شوي كل الله هذا يعني وحول جاري أدوك هم إن أين هو إماده تحت قبض نبي الله سليمان نبي الله سليمان حكم كيسة إنه أدوك يسخو إماده أي أصر تكشفر كيدا رسولك